الدوري الانجليزي لكرة القدم. الكرة فن ولعب كبير، السنة اللي قال دي مدرسة، فاوروبا الدوري تعيش معاه، اتفرج بقى على الاستاذ. تحليل خطير مش اي كلام، مع ميدو سيف وحازم امام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي الموسم الثاني السنه دي لستارز اوف فانتسي، والسنه اللي فاتت يعني تخطينا ال 25 مليون مشاهد، وده رقم كبير جدا 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 لاي برنامج. زوم السنه دي تتوقع العدد قد ايه؟ ان شاء الله يكون اكتر، ان شاء الله يكون احسن. احنا كنا يمكن البرنامج بتاعنا كان هو الاكثر تفاعلا على الفانتسي في مصر، ودي حاجه طبعا اكيد احنا مبسوطين بيها، وعايزين السنه دي كمان تكون ان شاء الله نستمر في الموضوع ده. ولا امين، انا شايف ان احنا السنه دي هنضرب رقم 25 مليون ده ان شاء الله. ان شاء الله السنه دي هنعمل ممكن تواصل اكتر مع الناس، والناس ممكن تكسب، الناس اللي بتكسب معانا دلوقتي. التواصل هنا في مصر اكبر عدد في العالم الموسم اللي فات. هي لعبه المصريين بيحبوها فعلا. لا فاكر برضو عايزين نقول ان اللي كسب معانا السنه اللي فاتت هيطلع معانا ان شاء الله في حلقه، في اول حلقه او ثاني حلقه معانا، عشان برضو يبين الناس مين اللي كسب الموسم الماضي الفانتسي معانا، اكيد يستحق انه يطلع معانا، وطبعا هيبقى موجود معانا في الحلقات الجايه. شفت اسيف فكره صغيره عبقريه ساعدت في تسويق الدوري، ساعدت ان هي تشد كل الناس ان هي يعني الاختراع عبقري. عبقري جدا. جدا. فكره هايله. طب خلينا نقول شويه تبس بقى على الجوله الاولى. ميزو الجوله الاولى في اربع فرق مش هيكونوا موجودين، مش هيلعبوا اول اسبوع، وكمان وجود السنه دي عدد هم الاربع فرق. مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي هيريحوا الرابطه، مريحاهم عشان ايوه مين هيريحوا اول جوله، فمش هيلعبوا، كانوا هيلعبوا مع بيرلي ومع استون فيلا، فالاربع فرق دول مش هيكونوا موجودين يوم السبت الجاي، فاللي هيحط محدش اختار بقى منهم، محدش اختار منهم لانه مش هيلعبوا. وانا نصيحه يا جماعه، في لعيبه جامده كتير مثلا زي فيرنر، واللعيبه اللي جت تشيلسي وزي زياش وزي كل اللعيبه دي، اصبروا عليهم شويه في اول الدوري، عشان دايما اي لعيب بيجي الدوري الانجليزي معادله واضحه وصريحه بياخد اربع خمس اسابيع عشان يقدر يوصل يقدر يتعود على التيمبو وعلى الريتم بتاع الدوري الانجليزي. يعني افهم من كده معلش، لو ان اللعيبه الجديده بلاش ناخدها في الاول، بلاش في الاول بقول لك ايه، او واحد فيرنر هيخسر الجمله هاتريك اول اسبوع. لسه نادي عدد كبير من المصريين برضو موجودين، تفتكروا حد هياخد حد غير محمد صلاح؟ يعني في المحمد يعني وجهه نظري برضو حجازي يستنى عليه شويه، لان لسه مش عارفين معرفش هيلعب ولا لا، اساسا محجز لعيب كويس. اذا جه مفنش محمدي نفس الكلام برضو، استنى عليه شويه لان غالبا هيبقى احتياطي السنه، لانه جابوا لسه جايبين باك يمين جديد في استون فيلا. تريزي يعني زي السنه اللي فاتت اعتقد هيبقى بنفس الحاجه، الناس تحطه يعني موجود. وطبعا صلاح اكيد يعني صلاح من اكتر اللعيبه اللي انا هاخد حجازي، لان حجازي بيجيب اجوان بس شوف اول بعد اول اسبوع بس هيلعب وكمان معرفش بيليتش كمان بيدافع كويس، هيعملوا كلين شيت كتير، كان بيلعبوا السنه اللي فاتت لا وكمان بيعملوا كلين شيت كتير بيليتش. انا هاخد حجازي، انا عن نفسي هاخد السنه اللي فاتت. ما انت خدت صلاح، انت ما خدتش صلاح في الاول، لا في الاول ما خدتش صلاح كان غالي عليك. لا قلت لك استنى صلاح بعد شهر 12 هيسخن، وفعلا سخن شهر بعد شهر 12 ليه سخن من الاول هو لا لا كان ابتدى، ما كانش ابتدى البدايه بتاعته بتاع كل سنه. بعد شهر 12 ابتدى البومينج بتاعه يعني. انا راجل فاهم، بقول عنده تحدي جديد صلاح السنه دي برضه كل سنه بصراحه. صلاح لو جاب جون السنه دي في اول ماتش هيبقى اول لعيب تقريبا في تاريخ ليفربول يجيب في اربع سنين افتتاح الدوري يجيب فيهم جوان، صعبه جدا، ان شاء الله يجيبها باذن الله. ارقام بيكسر ارقام ما شاء الله، يعني ربنا يديله الصحه، بس يعني ارقام. طب ميدو عايز اسالك سؤال برضه، شفت ميدو دلوقتي بيبقى في لعيبه غاليه جدا في نص الملعب، او لعيبه غاليه جدا يعني دلوقتي ب 12 و12 ونص، هتلاقي دي بروين، صلاح، ماني، حتى برونو فرنانديز بقى ب 10 السنه دي بعد من ضربات الجزاء بنالتيز. ايوه يعني الناس اللي عايزه مثلا تجيب كام واحد غالي وكام واحد يعني تعملها ازاي؟ انا في رايي ان اثنين غاليين، يعني اثنين غاليين واثنين متوسط في كل خط مثلا ولا خط واحد؟ دايما الناس يعني في ديفندرز مثلا بيبقوا بيجيبوا جوال وبيعملوا اسيست كتير، دول اللي بيجيبوا بوينتس كتير، وفي نفس الوقت بتبقى بيبقوا بيلعبوا بفرقه بيعملوا كلين شيت كتير. ده اللي ممكن ان هو يزود السكور. موضوع نص الملعب ده لازم يكون عندك اثنين لعيبه جامدين حتى لو غاليين، لان هم بيجيبوا جوان على طول يعني او بيعملوا اسيست، بيعملوا اسيست، لازم يبقوا موجودين. في لعيب اللي هو زي السنه اللي فاتت كده لاندستروم بتاع شيفيلد، كان بيجيب نقط كتيره جدا، كان محطوط باك وهو كان بيلعب نص ملعب، فكان دايما بيجيب جوان. شوف بقى السنه دي مين هيبقى ليفربول السنه دي، هيبقى عنده تحديات كبيره برضه في بدايه الموسم، تفتكر هيمشي بشكل كويس من الاول؟ هو اللي عنده تحديات اكتر يا سيف وجهه نظر تشيلسي لامبرد، لانه عمل احسن ماركت السنه دي في البريمير ليج، ف
فالناس كلها شايفه ان هو اللي بقى عنده في جاب تياجو سيلفا عنده خبره كبيره. انا 35 سنه بس لعيب يعني خبره وبقى فيرنر وزياش وهافرتز اسمه هافرتز بس باير ليفركوزن لعيب نص ملعب لعيب كويس قوي بيقول ان الفرق بتلعب مع بعض بقى لها سنه ثالثه اهي محتاجين فريش بلود بس ممكن انا عشان كده بقول لك انا كنت كان نفسي يجيبوا تياجو الكانتر ومره واحده رجعوا في الموضوع او الموضوع باظ. لازم يبقى فيه دايما لما تقعد 3 4 سنين تلعب مع نفس اللعيبه تبقى محتاج وشوش جديده في الدريسنج روم بتعمل لك يعني الغريب عارف مين كمان اللي مفيش حاجه مانشستر سيتي يعني كل الكلام على كوليبالي ولازم يعمل رومان الحته اللي ورا دي مفيش حاجه خالص لغايه دلوقتي وفرقته السنه اللي فاتت كان باين الدفاع وحش جدا مفيش عنده لابورت. مشكله في الديفنس وستونز هيمشي الدنيا باظت خالص مع اوتامندي ومع الناس اللي موجوده عارف مين ايفرتون هيبقوا جامدين انشيلوتي عمل خماس الملعب جميل لا وقالن لعيب نابولي قالن لعيب كويس قوي قوي لعيب كويس 25 مليون بس لعيب كويس قوي بس هو لما جه اسمه ايه في جاتوزو في نابولي باش لعيبه خالص كان زمان بيلعب بس انشيلوتي عارف من نابولي كان بيلعب مع انشيلوتي كويس جدا وهو لعيب نص ملعب وبيهاجم ايفرتون هيبقوا جامدين. عايز اسالك حاجه فنيه برضو الدوري الانجليزي خلصوه الموسم اللي فات لما جم كملوه وقفوا فتره ورجعوا فتره اعداد الوقت قليل جدا يعني دايما نعرف ان فتره اعداد لا لا بس فتره اعداد مصوره بقى ميني بري سيزون خلاص انت ما خدتش فتره اعداد كمان في ناس دخلت مع المنتخب على طول بيلعبوا دلوقتي ده مش فتره اعداد قوي يعني خلاص انت هم يعني كانك خدت كده في نص الدوري اسبوع ولا حاجه زي البريك اللي يعني هو خد خلي بالك خد 3 شهور اجازه بتاعت الكورونا وقعد شهرين زي كابتن حازم بياخد بريك في كريسماس يطلع يظبط شهر ونص شهرين يطلع اجازه صغيره جدا اجازه صغيره ان شاء الله خير ان شاء الله باذن الله يعني يبقى موسم كويس ان شاء الله يا شباب ليكم ان شاء الله نكسر ان شاء الله باذن الله الرقم السنه اللي فاتت.